يعني معقول عندهم كل هالأموال وكل هالبزنس وكل هالتجارة وبالآخر يوصل فيهم المطارح انه هن يبيعوا الملابس المستعملة لإلهم؟ بصراحة هذا الشيء ما بيطلع غير من عائلة الكارداشيان، هن فعلا عندهم موقع بيبيعوا فيه الملابس المستعملة اللي لإلهم، بس أكيد هن بيعملوا هيدا الشيء عن ذكاء وعن رغبة بأنه هن يكرسوا اسمهم كأيقونات بعالم الموضة. هذا اليوم رح يكون موضوعنا، بس قبل ما تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس وخلونا نبلش. الكارداشيان الغنية عن التعريف قرروا انهم هن يستفادوا من الملابس المستعملة لإلهم، وقرروا انهم يعملوا موقع اسمه موقع كارداشيان كلوزت. بهيدا الموقع بيتم عرض كل التياب يلي هن سبق وارتدوها وما عاد بدهن اياها باسعار طبعا غالية جدا. طبعا هذا الموقع هو موقع مصنف على انه هو باهظ الثمن وهو موقع للملابس اللاكجري، لانه الكارداشيانز طبعا كل ملابسهم هي من افخم واهم الماركات، ولكن اسعار هيدا الموقع على عكس المتوقع هي قد تكون اغلى من سعر القطعة العادية بسعرها الاصلي. يمكن الناس بس تسمع انه هن عم يبيعوا الملابس المستعملة ممكن يخطر لنا انه اوكي هن يمكن بدهم يتبرعوا فيها، او يمكن هن ما حابين يخسروا كامل ثمنها فبيقللوا من سعر الأصلي وبيبيعوها على الموقع، ولكن للحقيقة هن عم بيزيدوا أحيانا بسعر هيدي القطع لأنه عم يضيفوا اسمهم على هيدي القطعة. كيف يعني؟ لما أنت بتقول أنك شريت قطعة معينة من براند معين فهيدا الشيء أوكي، ولكن لما تقول أنك شريت قطعة سبق ولبستها كيم كارداشيان هيدا تاخذ ثمنه كيم كارداشيان فلوس مباشرة، لأنه هي ما تعبت واشتغلت وكبرت اسمه وشهرتها لحتى ما تستفيد منه، فحتى هي فكرت كيف بدها تستفيد من الملابس المستعملة لإلها وقررت أنه هي تعمل هيدي الفكرة. طبعا الموقع هو مش بس لملابس كيم، بل كيم وكلوي وكل العائلة وكتير من الناس يلي هن المهووسين بعائلة كارداشيان بيتسابقوا على أنهم يشتروا هيدي القطع منهم. وشئنا أو أبينا فهيدي العائلة عندها انتشار وشهرة وجماهيرية كبيرة جدا، وكل فرد من أفراد هيدي العائلة في عندهم فانزات، يمكن يكون جمهور مختلف عن التانيين، ممكن محبين كيم يختلفوا عن محبي كورتني ومحبين كايلي، وهذا الشيء بخليهم دائما بحالة منافسة بين بعضهم، أو الشركات أيضا بتحاول إنه هي تستميل كيم أو كورتني أو كايلي لطرفهم لحتى يروجوا لبضاعتهم، بالإضافة إنه كل شخص بحب شخصية منهم فهو أيضا يتميز بشخصية وبطوابع مختلفة رح يخليه إنه يختار أو يحب براند عن غيره. وتأثير هيدا العائلة بيخلي أي قطعة بيلبسوها تنشهر وتنتشر انتشار رهيب، فهيدا الشيء أيضا بفيد لكتير من الماركات اللي هن دائما بيلبسوها لأنه بتساهم بانتشار هيدا البراند، بالإضافة لوصوله لشريحة جديدة من المحبين. وإذا فكرنا بالموضوع من جهة تانية منشوف أنه هيدا الكلام جدا منطقي، لأنه عائلة الكارداشيان تقريبا كل حياتهم من لما بدأوا هي موجودة على التيفي، هنن بيصوروا يومياتهم وحياتهم بشكل دائم، بالتالي أنتم متخيلين قديش هنن مضطرين أنهم يبدلوا ملابس، وكل هيدا الملابس ذات قيمة عالية وبأسعار جدا غالية، فمن الذكاء انهم هن يختاروا انهم يبيعوها بموقع تجارة الكترونية وايضا يضيفوا لإلها ضريبة اسمهم وشهرتهم. اما اذا بدنا نفكر فيها فهي فرصة رائعة لمحبي الكارداشيانز انهم يقتنوا ملابس كانت لهيدي العائلة بشكل مباشر او سبق وشافوهم لابسينها. في كتير اشخاص بيتابعوا الكارداشيانز بيومياتهم وبيشوفوا قطعة معينة بيروحوا بيبحثوا عنها على الموقع لحتى يحصلوا عليها. انتو ممكن انكم تشتروا من هيدا الموقع وبهيك اسعار؟ طيب في حال انكم اشتريتوا هل ممكن انكم توقفوا بهيدا اللباس وتقولوا للناس انه انا لابس
فستان او انا لبست من فستان كيم كارداشيان. صراحة الموضوع ممكن يكون لكثير من الناس ضرب من الجنون، ولكن بالنسبة لمهووسي الكارداشيان فهو فرصة عظيمة. ممكن يكون هيدا الموقع بالنسبة لبعض الناس هو نوع من الغباء او الجنون، اني انا اشتري ملابس سبق وكانت لابستها مشهورة معينة، ولكن اذا احنا بدنا نفكر فيها فهو ذكاء جدا كبير كبزنس. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. خبروني انتم ممكن انكم تشتروا من موقع كارداشيان كلوزت، او بتشوفوا هيدا الشيء مهما كان ذكي تجاريا فهو شيء مش معقول.